الأم بيج أول إشي زي ما حكى لنا السيد محمد جمال إنه هي بتكون في داخل الويب سايت. طبعاً هي بتعتمد على إنه إضافة مثلاً بتكون مميزة أكثر بإضافة كلمات مفتاحية والميتا تاج. بس لما السيد محمد حكى إشي إنه مش ضروري نركز على هدول الأشياء، كنت أسأل إنه ليش؟ يعني مش مهمين هسه صايرين ميتا تاج. اللي مش مهم هلا الكي وورد، لكن المهم اكثر الميتا تاج. هلا المهم الميتا تاج، الميتا تاج بيشمل تايتل او ميتا تايتل وميتا ديسكريبشن. هذول الثنتين لو مع الهيدنج كلهم، خصوصا الهيدر 1، لازم كل ويب بيج يكون فيها هيدر 1. اهم إشي في الجوجل سيرش الهيدر 1، هاي لازم تعرفوها. هذول وفرتهم. طبعا في بالاضافه لهي الشغلات امور انا ما رحت لها لانه كثير هي تكنيكال. مثلا السي اس اس لازم يكون مفصل بفايل لحاله، يعني ما بزبط انا ابني ويب بيج تكون كل الاتش تي ام ال والجي اس والسي اس اس كله بصفحه واحده، ما بزبط، لازم يتم استدعائهم من ملفات تانية. فاهمه علي كيف؟ فهمت علي كيف؟ هاي النقطه. السايت لودينج لازم يكون صور قليلة على الموقع، لازم يضيف إشي اوبتمايزيشن للصور عشان يضل الموقع سريع. الموقع البطيء بفوت على اليوزر بنفر منه ما بكمل فباخذ رانكينج سيء عند جوجل، لازم يكون الموقع سريع. هاي أمور كثير تكنيكال كلها تابعة على الأون بيج سيو. هلأ المهم الثاني الأوف بيج. الأوف بيج عندك لازم يكون مواقع تانية تحكي عنك، لازم يكون في باك لينكس. في كثير ناس بتوجهوا للويكيبيديا، بتعرفوا الويكيبيديا؟ بلا صح. الويكيبيديا قابل انك تعدل اي نص فيه وتضيف كود على النص تبعك. انا من الطرق اللي كنت استعملها اروح على موقع الويكيبيديا، مش النصوص بعدلها عادي، اي اشي بعدله لو عندي حساب، كنت اعدل اضيف كلمة موقعي او مقالات لموقعي للموقع تبعي ضمن الويكيبيديا عشان يأخذها، لأنه موقع الويكيبيديا موقع كبير والباك لينكس اللي بيجي منه إشي منيح، فهذا بحسن الموقع تبعك. تمام. إيه كنت عن موقع عدنا. أوكي أثار كملي. يعني بس بس في حدا بقول استاذ محمد حكى عن انه كان يحكي عن مواقعه بالويكيبيديا، يعني بس يحكي عن الموقع بالويكيبيديا بشكل عام يعني، ولا يتخصص ولا كيف؟ مثلا انا كنت، وهذا الموضوع للاسف بتمنى الاقيه على السيرش كونسل، هلا بدي ابحث بالسيرش كونسل اذا بلقى هذا الموضوع. في موقع كنت عامله وعامل مقال اسمها افضل 10 افلام ينبغي عليك مشاهدتها، تمام؟ هذا اللينك عندي تصدر البحث وسبق موقع زي موضوع. بتعرفوا موقع موضوع؟ موضوع موضوع هو من أكثر المواقع اللي من ناحية الـ SEO on page شغالين صح، من أكبر المواقع اللي شغال في هاي في هذا الموضوع. طيب بعدين إنه هنا بدور على الشغلة المهمة. بدي اسأل اشي. ارجع سلايد اثار. Good. هون. On page, off page. هدول بدهم يرتبطوا مع بعض. يلا هات نشوف on page. The website and content. زي ما حكينا على أحكي keywords والsearch engine عمالها بتخف بتروح. كنا منروح على الكونتكستشوال، معناته الميتا داتا والميتا تاكس ضرورية، وهذا علم طويل. هي محمد بيحاول يشوف لكم إشي فيه بين ما يشوف لنا كل الدكتور. بدي أفرجيكم
البعد البعدها حبيب. تمام. هاي اخذتها من صوره انه بيبين هون الاتش 2 اتش 2 هاي اللي هي الهيد اللي هو الميتا تاج. هاي اللي بيحكي عنها محمد صح؟ اللي العنوان بيكون شوي صح. هلا كنت دكتور بدي اعملكم شير سكرين لموقع وافرجيكم الكودات اللي فيه. هلا هون يعني هون مثال هي الاتش 1 اتش 1 بيحكي لنا انه هاي هي عباره عن تاج عشان الاون بيج سيرش يعني انه هي تكون واضحه اكثر. وهي كمان هون نفس الاشي هون كيف بتكون ظاهره لليوزر. هلا شيء دكتور بس بدي اوقف الشير واعمل شير لصفحه ثانيه. اوكي هلا انا بدي كنت باحثة عن كورونا. رجع مرة تانية يلا. ايوه في شيء مسير شوي. هلا كذبت انا كلمه كورونا فجاب لي هو انه يعني كميه في عندنا 366 مليون بحث ريزلت قصدي نتيجه في 66% من الثانيه. هلا مثلا انا رحت اخذت موقع الجزيره وبدي اعرض الكود اللي له اورجيكم الميتا تاج اللي فيه وكيف الهيد مقسم. حلو هذا الحكي. هاي هون من البداية. هلا هون في الاول في الهيد موجود عندنا الميتا نيم وفي عندنا الميتا اس تي تي بي. خلينا نشوف محمد الميتا نيم اللي هو اللي محمد جمال يشوف اللي بيحكي عنه. هاي اوكي كملي. اوكي هون لما يحط لنا لينكس ببين لنا انه هذا اللينك وين وين مصدره عشان انه مثلا ما يعمل كوبي بيس لانه هذا الاشي بيأثر على ظهوره في اول خمسة من نتائج البحث. وهاي هون عندنا الميتا نيم ديسكريبشنز كونتنت بحكينا انه تراجعت وفيات مثلا في امريكا هذا هو الكونتنت الموجود موجود في ميتا نيم وهذا ضروري. هاي الميتا ديسكريبشن يا اثار. هاي لسه كنت بدي احكي. ارجع فوق الميتا ديسكريبشن. ايوه الديسكريبشن هلا عيب في عندك التايتل شايفتيه فوق اهم شيء التايتل تحت تحت السطرين الميتا نيم اول وحده والميتا هاي الشغلات للديفلوبر هم بيعملوها عشان تعريب الموقع وهاي الامور وهي طبعا مهمه بالاس اي او. عندك الميتا ديسكريبشن شايفتيها اللي شورت ايكون هاي اللي هي الفاف ايكون اللي هي طالع شعار الجزيره في عندك في الـ في الويب في البراوزر فوق كيف طالع عندك شعار الجزيره هذا الايكون تبعها الكونيكال الكانوكال هاي تاعت السيرش كونسل فهو باخذ بقرا هذا اللينك اسرع بارشفه اسرع. في ميتا مهمه ناسين تضيفها الجزيره ما بعرف ليش اللي لا هي يمكن لتحت انزلت تنشوفها هاي في هون
شوي. هاي كل هالميتا هاي للسيرش سوري للسوشيال ميديا، عشان كيف لما اوضح لك اياها، لما ياخذوا اللينك ويحطوه على الفيسبوك ايش يطلع؟ بيطلع هاي الجمل كلها. ايوه. والتويتر نفس الاشي، الصوره اللي بدهم تطلع على الفيسبوك وعلى جوجل بتحكموا فيها من هاي الميتا كلها تحت. خلصنا الهيد ولا لسه؟ لا لسه. في نوع ميتا اللي هو الاندكس فولو. الميتا اندكس فولو اول ما يقراها جوجل بيعرف شغله، بجهز حاله، بحكي يا عمي انا لازم ادور على طريقه ارشف هاي الصفحه ضروري، فهو بعطيه امر من كنترول فايل. ميتا اندكس فولو، ميتا نيم اندكس فولو. مش مستعملينها هم شكلهم؟ لا مش مستعملينها، مش موجود. شوف اعمل سيرش في الاثار، حط هيني هيني كنترول اف. دكتور لسه ببحث. مش عاملينها كنترول اف، مش عاملينها دكتور. معقول؟ في كثير مواقع هي كان بينت. بدي اوضح لكم اياها هاي كيف. هاي انا بنصح اي موقع اعلامي يستعملها، لانه هاي الروابط مهمه تضل عنده. لكن مواقع الشركات بتعمل ميتا نون اندكس نون فولو، يعني بتحكي لجوجل ما بدي تارشف لي هاي، لانه انا هاي لاندنج بيج عاملها ترافيك ادز، بدي بس الناس تشوف الحمله خلال هذا الشهر، بعدين ما بدي اياها تبين على البحث. فبتعمد وبعطوا رساله لجوجل انه لا تعملها لا اندكس ولا فولو، عشان ما يجي يوزرز، عشان ما بدهم يوزرز عليها، ما بدهم يوزر غير من الترافيك من الادس. أيوة. اللي بدفعوها، وهي كثير اشتغلنا. أيوة. عليها. نفتح موقع ثاني ونشوف يمكن موجود هي فيه ولا لا. افضل انواع الجوالات فهو في 2020 مثلا. بس ندخل جربي بالله. يلا ما شاء الله طيارة. برضه شكله مش مستخدمينها. لا هي بتكون تحت. تحت. اعمل سيرش. حط كنترول اف. يلا. ايش؟ تحت تحت شكلهم مستعمل. اندكس. هيك حاسس. اكتب اندكس. اكتب كلمة اندكس. اها. هي بينت هاي كونتنت اندكس فولو. شفتيها كيف؟ يعني هون بعطوا رسالة لجوجل لما يفوت يقرأ هذا الحكي كله، اسمع جوجل هاي بدك تعملها عندك. اول اشي فولو تتبعها، شو بصير عليها جديد، شو بصير عليها زيارات، وبدي اياها اندكسينج تكون مأرشفة. اذا تأرشفت طلعت على البحث. ما مش هلا مش معناه اذا ما حط هاي ما راح يطلع البحث، بس الميتا اندكس فولو هاي الروبوت كونتنت بتسرع الموضوع، بدل ما ياخذ مني يومين باخذ مني يوم، وممكن ياخذ منك ساعات معدوده بصير موجود على البحث. فانت مرات بنزل عندك خبر انه والله مثلا توفى الفنان الفلاني، بتكتب على جوجل ملوش دقيقه على الفيسبوك صار طالع على جوجل، شو السرعة في الاندكسينج هاي؟ هنا بصير ثقة الموقع، كيف عدد الزوار تعونه، كيف هو عامل الكود تبعه، ثقة الموقع بالناس انه خلص اطلع بسرعة، زي ما انه موضوع على السوشيال ميديا صارت الشغلة هاي. مثل لما قسموا، لما طلعوا صفقة القرن واعتبروا فلسطين انه 6000 كيلومتر مربع، مباشرة لما طلعوا القرار أنا رحت عملت سيرش على إنه خريطة فلسطين مساحة فلسطين، مباشرة كانوا يمكن لها 3-4 دقائق إنه هي 6000 كيلومتر بس. يعني هم مستخدمين هاي الميتا. هاي مستخدمينها هم. أوكي يا عثار.
اختار يلا دكتور بس اعمل شير هلا هون حكيناها هلا سلايد 13 ما رح بدها تكمل مرحبا بسلايد 13 بدي احكي عن تحسين البيج كيف بتكون اول شيء بدي اغير التايتل للبيج الثانيه بدي اركز على الكلمات او الكيورد المستهدفه عن طريق ممكن اني اكبر الخط او اني اعملها بولد للتكست عشان تسهل على الناس انها يوصلوا لها بسهوله والثالث اللي هي سايت ماب انه بدي اجمع الماب خارجيه عشان احطها على الموقع تبعي عشان تزيد اهميه الموقع تبعي لما يكون في عندنا خرائط خارجيه بالموقع تبعي هون بكون معناها انه الموقع اللي الي كثير مهم وذات قيمه فثارين هاي نمشيت اشرحها هاي انا زي ما شرحنا قبل شوي انه مثلا بدنا نحط هاي مثل انه احنا بدنا نحط هاي هي لينك راح يكون بارز بدنا نحطها تايتل بتكون بارزة او انه كمراجع مصادر هذا الكيورد ريسيرش احنا حكينا انه مثلا الكلمات اللي الكلمات المفتاحيه مثلا للاشياء اللي ببحث عنها الناس مثلا هون في عندنا بالمثال انه حدا حاطط مثلا كمبيوتر طلع له الاشياء اللي بتتعلق في الكمبيوتر اللي هو جوجل اللي عامل عليها كيورد اللي معتبرها كيورد مثل اللي هي مثلا ديسكتوب كمبيوتر هيك كمبيوتر سايت الاوف بيج الاوف بيجز للسيو هي بتتضمن انه الاشياء الخارجيه اللي بدي اضيفها للموقع اللي الي عشان ازيد اهميته ممكن انه نزيد اهميته عن طريق اللينك نحط اللي هي روابط مهمه لمواقع خارجيه في الموقع اللي الي وممكن عن طريق السوشيال ميديا انه في هسه حاليا في كثير ناس اصلا بيستخدموا السوشيال ميديا لتسويق بضاعتهم او تسويق منتجاتهم او تسويق صفحاتهم بس دكتور بدي اضيف شغله هون بحكي لنا شوي بس بدي احكي شيء تمام هلا هون بحكي لنا انه اذا احنا اذا بالاوف بيج عملنا مثلا سبام او شيء مش حقيقي احنا بنتعرض لمساءله ومساءله قانونيه من قبل شركه جوجل اكيد هلا بالغالب ما حدش بتعرض لمساءله قانونيه بتتعرضي لها بحال وحده إذا كنت مثلاً أنت مركبة AdSense مركبة إعلانات في الويب سايت تبعك وجبتي طريقة غلط للباك لينكس أو جبتي مثلاً رحت على مواقع كثير مواقع بتبيع زوار بدقيقة بتجيب لك 300,000 زائر هاي المواضيع كلها بتضر بس هاي غالباً في ناس بتستعملها وهي تسوق لموقعها في البداية يعني مهم تدخل عليه زوار قبل ما تتعامل مع جوجل وقبل ما تركب إعلانات لجوجل مهم أنت تجيب زوار على موقعك عشان يكبر يعني أول نجيب زوار هلأ هون هلأ بس سألت عن نقطة احكي رزان أنه أول شيء بنعمل زوار بعدين الإعلانات هيك الإشي يعني أول إشي هاي ما بتفرق في انا مثلا واحد من الناس لما بدي اقوي الموقع تبعي بدور على مصادر زيارات انها تجيب لي زيارات بسرعه على الموقع تبعي عشان اعرف كيف الناس تعاملها معاه وهذا الاشي مهم يعني اول شيء بس اكيد المفروض لازم اعمل اعلان وبعدين اجذب زبون يعني كيف بدي يجي اصلا الزبون عندي اذا ما عملت اعلان
انما هي حسب الموقع. عندك اكثر من طريقه تجيب الزوار على الموقع، اما بتروحي على طريقه الادز الاعلانات، او بتروحي والله على موقع كبير وصفحه كبيره بتحكي لهم من شروط الموقع تبعي، او بتروحي في ناس متخصصين بجلب الزيارات على مواقع عالميه بتدفعي لهم مصاري مقابل انه يجيبوا لك زيارات على الموقع تبعك. في منهم بيجيبها بطريقه كثير مؤذي، بيجيب لك ممكن يجيب لك 100,000 زائر بساعة. هذا الموضوع بضر الموقع، بس بنفس الوقت بضر الموقع لو كان عليه إعلانات لجوجل، أما ما بضره لو كان هذا الموقع لسه بالبداية فريش، يحرك يشوف تعامل الناس مع النافيجيشن كيف وهاي الأمور عشان يصير يحسن الموقع تبعه. تستنج تستنج يعني كثير شركات بتلجأ لهاي الطريقة. اها نكمل تفضل اسر او مرح. هلا في عنا نوعين من السيو، في عنا اللي هم اصحاب قبعات البيض واصحاب القبعات السود. هلا ما بعرفش هم بيستخدموها لحد هسه او في منهم هدول ولا لا، بس انه المقصود باصحاب القبعات البيض اللي هم بيستخدموا الطريقه الصحيحه والاشياء المشروعه في ترتيب الموقع الالكتروني، يعني ما في اشياء فيها سبام، ما فيها شيء متخفي، كلياته اشياء يعني صحيحه وموجوده. اما البلاك هات اللي هو بيكون ستافينج، يعني اشياء غير مشروعه ويعني وملتويه ومخالفه للقوانين يعني بمعنى اخر. بس سيد محمد هي موجودة لحد هسه ولا لا؟ القبعات السود أي موقع، أي موقع كل شوفي الويب مفتوح للجميع. يعني ممكن نعمل أي كونتنت بدنا إياه، ممكن يعني في مواقع سيئة وهم اللي بلاك هيت هدولة، وفي المواقع المنيحة اللي بدها تروج للكونتنت تبعها صح وتشتغل صح وتعمل ديل مع جوجل وتركب إعلانات وينعملها إعلانات. المواقع اللي في البلاك هيت هاي جوجل لا بقبلها لا كببلشر ولا كأدفرتايزنج، يعني ما بقبل إنه أعملها إعلانات. هاي المواقع السيئة طلعتها أسهل من المواقع اللي ماشي بالطريقة الصح. وبعدين في شغلة مهمة، الإي كوميرس أغلب اعتماد موقع الإي كوميرس على إيش بيكون؟ على الصور صح؟ يعني صح. أنا إذا بدي فوت على صفحة منتج بلاك الحكي فيها خفيف مظبوط؟ صح أكيد. هلا كيف مواقع الإي كوميرس بتسوق لحالها؟ بتعمل جوا الموقع تبعها بلوجينج. البلوج هذا بيشرح عن المنتج، بيعملوا مقالات عنه، بعطوا جوجل تكست عشان يتطور موقعهم. إذا بتفتحي على مواقع زي إي باي زي أمازون زي هاي المواقع بتلاقي عندها قسم للبلوج تكتب فيه عشان يظلها برانكينج عالي جوجل يقرأها. أما إذا إحنا بنطلع على المواقع الفلسطينية ومن ضمنها للأسف الموقع كمان اللي أنا ماسكه كمان ما بلجأوا لهاي الطرق. هلا السبب في هذا الموضوع مش أنا إنه ما بدي، في عندك المانجمنت فوق يعني لسه الحياة العملية راح تفرجيكم ناس بقول لك يعني الحياة الأكاديمية أرحم بكثير، لأنه بقول لك ناس يعملوا ريفيو ما بدهم ناس نيجاتيف ريفيو، ما بدهم ريفيو ما بد. أنا بجوني أكثر من مرة عندي بيحكوا لي الريفيو على الفيسبوك 4.4 في ناس بتسب علينا لأنه منتأخر بالتوصيل ومش عارف إيش. حكيت له في ناس بتفوت أول إيش بتقرأ الريفيو، إذا ما حطيت ريفيو ما حدا راح يشتري منك. صحيح. إذا مشكلة في التوصيل عالج مشكلة التوصيل، عالج مشكلة التوصيل راح يصير الريفيو إله عالي، الريفيو إله هو بجيب له زباين. هلأ أنت لما تفوت تشتري من موقع أو تشتري منتج من أكيد بتشتري من علي إكسبرس أكيد صح؟ أنا لا. بنات أنا لا ولا مرة يعني. الكل بيروح بيشتري. اسأله. روح بيطلع على الريفيو. حدا بيشتري من علي إكسبرس. أنا مش ضروري أنت كأي تي تشتري من علي إكسبرس، بس اسأله حدا بيشتري من علي إكسبرس. يحكوله لما يروح يشتري
عشو بتطلع؟ بتطلع على الريفيو، حتى لو انه ما بعرف بالتجارة الالكترونية بتطلع على الريفيو. اللي هو تسمح لي محمد وعثار تذكروا لما حكينا الماركتينج اكتر اشي مؤثر في الماركتينج اللي هو الورد اوف ماوث. ابن خالتك يا آثار يقول لك هذا المحل ببيع شغلات نظيفة تتأثر أكيد. خلاص word of mouth. في ال word of mouth هو موجودة بالريفيو. صحيح. فهمتوا كيف؟ مبلا. أوكي. فهلا إذا في صار عنا red hat و black hat وهدول ال hats بيض والسود ال white hat وال black hat. كنا كملي لأنه أنا نعست. طبعاً بالوقت الحالي أكيد منشوف أو منلاحظ إنه الناس أغلب الناس بتستسهل الفويس ريسيرش، يعني تقريباً أكثر من 40% صاروا يستخدموا الفويس ريسيرش في البحث. مش ريسيرش، سيرش. هلا سيرش. فلازم إنه جوجل إنه تهتم تقريبا في العبارات الطويلة في ال voice search. كملي. هون في عنا النسب، ممكن إنهم يكون 50% من اللي بيستخدموا ال voice search في البرودكت إنه بيبحثوا عن البرودكت المنتجات، 40% من الكبار اللي طبعا إحنا بنشوف إنه الأكثر إشي اللي بيستخدموا ال voice search الكبار، الكبار في السن. 25% من اللي بكون عمرهم بتراوح بين 16 و24 بيستخدموه فويس سيرش عن طريق الموبايل. 42% انه قلنا انه النسبة انه هاي السنة رح يكون البحث بشكل عام عن طريق الصوت اكثر اشي، و 50% انه في 2020 او في نهاية 2020 ممكن انها تكون جميع استفساراتنا عن طريق الفويس سيرش. شو رايك انت بهالحكي الفاضي؟ زي ما حكيت حكي فاضي يعني مرة. لا مش فاضي يعني. أنا بدي جوالك، شو نوع جوالك عشان تعرف إنها بتفهم ولا لا؟ هاي بره جاوبيها يا آثار. عندك على جوجل؟ ما فيش عندك على جوجل على السيرش زي هيك مايك؟ بلا بس يعني أنا بالنسبة لي ما بستخدمه. في ناس بتستخدم بحث الصور، في ناس بتصور الشغلة عندها بتبحث عنها تعملها سيرش. الفويس سيرش مهم للناس اللي بيعانوا مشكلة من اللي هو اللي عندهم مثلا اللي ما بشوفه. أنا مثلا بتعامل شخصيا مع واحد بعرفه هو على السوشيال ميديا فيش أنشط منه وهو كفيف. بيعمل سيرش، بفوت على علي إكسبرس بشتري، يعني كثير قصصه حلوة. وكان هو من الطلاب اللي دربتهم في الزمانات، يعني هو اكثر واحد مستفيد من الفويس سيرش. ماشي، بس يعني انه هون بحكي لنا انه بال2020 ممكن انها تكون يعني جميع استفساراتنا عن طريق الفويس، مش شرط لانه مش الكل بيستخدم الفويس. وانت يعني ليش فادت فئه معينه يا شيخه؟ ليش انت بتقيسي على حالك؟ لا انا بحكي انه مش بقيس على حالي، هذا بحكي على مستوى العالم كله. على مستوى العالم كله خلص الدنيا رايحة غان. دكتور أصلاً اليوم أصلاً اليوم كل الأولاد الصغار بيحملوا التلفونات كلهم يستخدموه، يعني مثلاً أولاد أخوتي وأولاد خواتي دائماً بيستخدموه، هاي هم لحالهم أصلاً بيحطوا برمان هيك شغلات. في شغلة مهمة. جوجل عمالها بتواجه مشكلة يا جماعة. إيش؟ إنه إيه؟ انا بدي اسالك سؤال، انو بتفضلي لما مثلا جاي رمضان اكيد كلكم بتحبوا تطبخوا، انو بتفضلي تحضري فيديو بالطبخه والوصفات ولا تلاقيها مكتوبه كتابه؟ لا فيديو اكيد. فيديو هاي مشكله. جوجل هلا معتمد كل حياته على التكست اكثر إشي، عماله بطور في الآلية كيف يكون الفيديو بالسيرش هو الآلية الصح. الكي فهمت علي كيف؟ يعني إحنا بجوز كمان
يعني أنا إلي مثلاً بالمجال هذا من 2011 تسع سنين هيني لليوم، عمالي أنا بستنى كمان تسع سنين كيف عماله التكست بخف شوي شوي. يعني بال2011 كان التكست هو التوب، هل عماله بتغير الموضوع صار ينزل شوي شوي للصور أكثر؟ أنا بستنى كمان تسع سنين كيف في السيرش على الفيديو، كيف راح نحكي كمان فترة مش SEO، راح نحكي عن SEO كيف يطلع الفيديو أول إشي. عمالنا بنبعد عن التكست شوي شوي. في أمور لازم تعرفوها باليوتيوب، في عندي ديسكريبشن للفيديو، تايتل للفيديو، كيف أنا أعمل ميرج ما بين الديسكريبشن تبع الفيديو والتايتل تبع الفيديو مع الكونتنت تبعي عشان يكون متوافق يطلع في نفس النتائج. يعني انتوا فكروا في هاي، جوجل عمالها بتواجه مشكلة الناس بتروح للفيديو أكثر. تخيلوا جوجل الفيديو اللي مخزن uploaded كذا فايل، هم يدخلوا ويحللوا الايمجز. فهمتوا كيف؟ يدخل ويحلل الايمجز اللي جوا ويعرف انه هذا الفيديو بيحكي على الطبخ. هلا هو دكتور ما بعرف اذا هو بيقصدها كمان، جوجل بحط روابط للينكات على اليوتيوب، يعني هي بستفيد من هالقصة ولا لا؟ انا بحكي في لما كنا نعمل المعهد، فاجا خبير وكان هو ضمن الطاقم الوطني عشان يعملوا فايروول، يطوروا الفايروول للمواقع الإباحية ما تدخل على كوريا الجنوبية. فكان الشغل تبعهم على الإيميج بروسيسينج مش على اسم، إنه والله اسم تبعه فيه كلمة SEX. كانوا بيعملوا إيميج بروسيسينج وفيديو بروسيسينج، إنه بيدخلوا على الموقع وبشوفوا شو فيه صور جوا، إذا فيها صور فيها إكسبوجر للجلد الإنسان والألوان عشان يمنعوا هذا الموقع. فهمتوا؟ فإحنا أبعدنا والست مرح هلأ بتزعل. تفضلي مرح كمني، أنا رايحين على الفويس يا مرح. أتمنى دكتور مش مشكلة. نزلي أثر سلايد. نزلي أثر بدأت أكبر حسارة. إيكيا كيس ستدي، هون بحكي لنا إنه إيكيا طلعت من الاستراتيجيات البحث بطريقة يعني بطريقة ذكية عشان تحسن من المحركات البحث، وما كان هدفها إنها تبيعها، كان هدفها إنها تجذب الناس أو تعمل رد إيجابي للناس. إذن الهدف تبعهم ما كانش سيلز، عندهم هدف رياكشن، positive يعني. رياكشن، انطباع جيد. واو اوكي طيب. اللي بعده هدول بعض الاشياء، مثلا هي حطوا صورة الدب، هم ما بدهم يبيعوه بس بدهم يشوفوا كم شخص يعني راح يبحث عنه، انه مثلا كأب بخاف من الاشياء مش زي هيك. لا انه في ناس عندها حساسة عندها حساسة من هاي ال اللعب اللي فيها stuffed animal. في ناس عندهم حساسة. يلا هون برضو عن هاي اللي هو بيحكي لنا إنه صديق الشخير أو أبصر إشي هيك زي صديقها بشخوير. ما هو البويفرند بشخوير. يشيل البويفرند عشان ما يشخوير، هيك بتريح ارتاح منه. نقطتين نقطة شو اسمه نقطتين سمفيران وترتاح. من الأبد. يلا هيك خلصنا. هاي my partner annoys me، يعني اللي زميلي بالمكتب بزعجني، فعاملين partition المكاتب.
حواجز بين المكاتب. شوف الدعاية كيف. كمان. بس هيك دكتور. أوكي. خلص. إذن هاي كل هدف تبعها بس عشان يعملوا بوزيتيف. أوكي. الله يعطيكم العافية.